عودة للنبأ الأبرز في نشرتنا، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية طلع خلالها على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة تشمل تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة وإنشاء محاور مرورية جديدة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة تطوير الطرق ومحاور القاهرة الكبرى والطرق المؤدية لمناطق محافظة الجيزة، حيث تابع سيادته تنفيذ خطة تطوير محافظة الجيزة بإجمالي أطوال 177 كيلومتر، بما فيها تنفيذ كبار وأنفاق على جميع المحاور، وذلك لتحقيق أهداف مهمة منها تقليل استهلاك الوقود واستهلاك المركبات، حيث استمع سيادته لمعدلات تنفيذ الخطة وهي تنفيذ محاور طولية. توسعة محور 26 من يوليو بطول 12 كيلومتر لربط طريق الإسكندرية الصحراوي بالطريق الدائري. تنفيذ محور المهندس شريف إسماعيل بطول 12 كيلومتر لربط الطريق الدائري بمحور 26 من يوليو. تنفيذ الطريق السياحي بطول 6 كيلومترات لربط الطريق الدائري بطريق الواحات. الحل اللي احنا عملناه ده، احنا اوجدنا شبكه طرق جديده كامله بالظبط، حل المساله دي خالص لمنطقه الجيزه بالكامل او لمحافظه الجيزه بالكامل. تمام يا خلي بالك، هنا كان في كتله سكانيه ضخمه جدا في المانيال والزمالك والمهندسين، واخد بالك؟ وتقول لي كمان مدينه الشيخ زايد ومدينه 6 اكتوبر وامتدادها حتى والقريه الذكيه ثم بقيه المحافظات. تمام ست. ونقول ان الكتله ديت كانت حجم الحركه اللي موجود فيها كان بيعاني خلال الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت من قله المحاور اللي اتحرك عليها. تمام يا فندم. لما نقول كده نقول ايه؟ نقول طب ال 200 كيلو دول هيحلوا ويقللوا كثافه الحركه على بقيه المحاور اللي كانت قبل كده بقد ايه، وحجم التلوث اللي كان موجود نتيجه الزحمه دي قد ايه، وحجم استهلاك الوقت والوقود قد ايه. تمام ست. طيب ده كان انا برضو يهمني ان احنا واحنا بنتكلم دايما نقول للناس احنا مش بنتكلم على منطقه المنشيه ولا صفه اللبن، لا احنا بنتكلم ده هي واقع المحاور دي في المنطقه دي، لكن هي بتربط كتل سكانيه ضخمه جدا وبتحل المسائل كمان للكتل دي. تمام ست. 200 كيلو دول حكايه تانية خالص، وتكلفتهم تكلفة كبيرة جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا واحنا بنعمل ده احنا مش بنعمل في ارض فاضية، احنا يا اما بنعمل في ارض وكان فيها مشغولة يا بزراعة يا بمباني. تمام سيدي. وبنضطر ان احنا نعوض الزراعة وبنعوض المباني اللي موجودة. وعايز اضيف لسيادتك بس حاجة يا فندم، ان بالاستعانة المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية وعدد من المكاتب المصرية التخصصية الاستشارية لاعاده استخدام المواد المحجريه يا فندم من قطاعات الحفر. كنا احنا قلنا الحكايه طبعا باستخدام المعدات الحديثه اللي سيادتك امرت بتواجدها يا فندم، وده طبعا يا فندم بيقلل التكلفه الماليه وبيقلل التلوث كما شملت الخطه ايضا تنفيذ محاور عرضيه، وهي انشاء محور احمد عرابي بطول 17 كيلومتر بدايه من طريق المنشيه مرورا بالدائري ومحور عمرو بن العاص وطريق مصرف نهيه محور شريف اسماعيل وربطه بمحور كمال عامر وصولا لميدان سفنكس وكوبري 15 من مايو ومناطق وسط البلد. تنفيذ محور عمرو بن العاص بطول 5 كيلومترات لربط القوس الشمالي بالجنوبي بالطريق الدائري. تنفيذ محور الخمائل بطول 10 كيلومترات لربط محور 26 من يوليو بالطريق الدائري القوس الشمالي. بالنسبة سيادتك لطريق الكابلات اللي سيادتك فندم مشرفنا عليه، جاري يا فندم إنشاء كوبري علوي بطول 400 متر وعرض 4 حارة مرورية لكل اتجاه لتحرير الحركة المرورية عند نقطة التقاطع فندم مع محور 26 يوليو. والكوبري ده فندم تم تنفيذه قطاعين منفصلين فندم بالتنسيق مع وزارة النقل يا فندم المونوريل عشان ما يتعارضش مع أعمال المونوريل اللي بتنفذها وزارة النقل يا فندم. بالنسبة سيادتك للأعمال اللي بنقوم بتنفيذها يا فندم، شارك في الأعمال 70 شركة وطنية بأكثر من 70 ألف عامل ومهندس و35 مكتب استشاري هندسي مصر يا فندم. طيب. احنا كلامنا كله النهارده اللي احنا بنتكلم على لكل احنا بنتكلم عليه ده بكتير على اخر السنه باذن الله. مش كده؟ باذن الله. شكرا.